والآن مشاهدينا حنرجع لهاني وهدى ونشوف مع الأخصائيين فعلا قد إيش الجائحة مهمة كدرس لينا كلنا وقد إيش مهم نهتم في صحتنا النفسية بعد كل اللي مرينا فيه. فعلا يا سهى، ومعنا اليوم المعالجة النفسية والخبيرة في علم النفس باسكال نخلة. حياك الله باسكال. يسعد صباحك. صباح النور. بس تفضل. لا تفضل. لا عندك. أنت متأثرة بالجائحة أكثر. أنا صراحة متأثرة بالجائحة أكثر لأنه أنا كنت أعتقد أنه فعلا ما في كورونا لحد ما يعني جدتي الحين مصابة بكورونا وثبت لها أنه هي في العناية المركزة تحت الأجهزة، وأتمنى الكل يدعي لها إن شاء الله. فبعدها يعني بديت فعلا أقول أنه في تأثر على العالم والكل يتأثر نفسيا، فالناس اللي تأثروا نفسيا من هذه الجائحة كيف يتم التعامل معهم أو كيف يعني ممكن يتعالجون ويتعدون هذه مرحلة الاضطراب والوساوس اللي تجيهم؟ أول شيء سلامة قلب جدتي، إن شاء الله بتطلع بالسلامة. الجائحة اللي قطعنا فيها قلنا سنتين عم نقطع فيها، مثل كثير من الصدمات اللي ممكن تصير العالم تتفاعل معها بطرق مختلفة، وإذا بنعرف شيء عن الصدمات هو أنه ممكن يودي لشغلتين، يا post-traumatic stress يلي هو ضغوطات ما بعد الصدمة، أو post-traumatic growth يلي هو النمو ما بعد الصدمة. العالم تفاعلت مع الجائحة بطرق مختلفة، يا بطريقة أنه كانوا عم يشغلوا راسهم بطريقة سلبية وتصرفاتهم وسلوكياتهم عم بتكون سلبية ومش بروأكتف أبدا. كيف معناتها؟ يعني راسهم وتركيزهم دايما عم بيركز على الأخبار السيئة، عم بيجربوا دايما يعملوا كل شيء تيفكروا بأسوأ سيناريوهات، بيفكروا لأن بهالحالة الخوف والرعب والأمبريدكتابلتي ما عم نقدر نقدر شو معقول يصير، بيفكروا إذا أنا بفكر بأسوأ شيء بكون عم حضر حالي للأسوأ. بس كل الفوكس تبعهم والتركيز على أشياء سلبية بصير شعورهم سلبي وتصرفاتهم سلبية، وهيدا بفرجي الدراسات فرجت أنه كتير خلى يصير في ارتفاع بالقلق بالمرض الوسواس القهري بالكآبة وبالعزلة عند العالم. في أشخاص آخرين جربوا يطلعوا على هيدا الجائحة، مش معناتها ما تأثروا، بس كان في أكتر تقبل أنه هيدا الوضع يلي نحنا فيه، شو الأشياء اللي بدنا نعملها، كيف بدنا نقدر نمشي بالبريكوشنز اللي عم يعني كيف بدنا نحمي حالنا قد ما فينا ونحمي حوالينا، وكيف بدنا نستخدم وقتنا يا تنساعد الآخرين يا تنقدر نقضي وقت أكثر ببيتنا نظبط أمورنا، يا اشتغلوا داخليا على نفسيتهم على أنه يلاقوا معنا أكثر، على أنه مثل ما مدام سارة كانت عم تحكي أنه جربت مع أنه كانت فترة خوف إلا وفترة قلق إلا، بس حاولت قد ما فيها تستفيد من هاللحظة، تنمي دماغها، تنمي عقلها، تفكيرها، تقرأ، تعمل الأشياء، تمارس الرسم يلي هو شيء بيخليها تزيد الابتكار وتزيد الإبداع تبعها. فمثل ما عم بخبركم ممكن يكونوا الطريقتين. طيب باسكال، فينا يعني أكيد الناس اللي تأثروا هذه الآثار هل راح تبقى معانا أو مع الناس اللي تأثروا لها وقت معين أو للأبد، أو في طريقة عشان نتخلص من هذه الآثار؟ هاني للأكيد إنه الآثار النفسية والعقلية كتير بتدوم أطول من الآثار الجسدية. نعم. هلأ الدراسات بتفرجوا إذا بدكم نطلع على اكزامبل مثلا حادثة تشيرنوبيل النووية، نعم. عملوا دراسة على 25 سنة ولقوا إنه الأشخاص يلي كانوا أكتر شيء مأثرين بهالحادثة كان عندهم كتير ارتفاع بالكآبة بالPTSD الضغوطات ما بعد الصدمة وبالقلق وبالعزلة لسنوات طويلة. نعم. بس هالشي ما منعني انه كل العالم اذا بدك 10-15% 20% ممكن العوارض النفسية تدوم عندهم، بس اذا كانوا عم يتلقوا العلاج المناسب اكيد عم يهتموا بصحتهم النفسية يتلقوا العلاج المناسب ممكن هالعوارض مع الوقت تكون عم بتخف وتتركلج. يعني لو نتعرف على طرق العلاج هذه الآثار، هل مثلا على الأقل سلوكيا هل في علاج سلوكي ينصح فيه؟ أكيد يعني في. هلا العلاج إذا بدنا نحكي علاج طبي في يكون علاج سلوك المعرفة، ممكن بحالات معينة يكون شخص بحاجة يشوف طبيب نفسي. نعم. إذا لأن بدنا نذكر شغلة إنه الأمراض النفسية يلي بلشت عند أشخاص معينة ما بلشت من مشي، هو بيكون في أشخاص عندهم قبول جاني، خصوصا مرض الوسواس القهري هو عنده قبول جاني والأشياء الاجتماعية بتفتعل إنه يطلع. نعم. هالمرض، فالأشخاص اللي عندهم هالقبول طلع المرض عندهم وبين أكثر بهيدي الفترة، فبهالحالة نحن بحاجة لعلاج ممكن مع الأدوية أو العلاج
السايكوثيرابي السلوك المعرفي، وفي اشخاص منهم بحاجه لعلاج. ممكن العلاجات اليوميه اللي بعملها بالبيت، التامل، الرياضه، اكل بطريقه صحيه، نقي الاكل يلي بيعطيني النشاط مش بيقتل لي نشاط الجسدي، حاوط حالي مع المجتمع الايجابي، الاشخاص اللي بيرفعوني مش بيخبروني الاشياء السيئه وبيهبطوا لي معنوياتي، النوم السليم. فهود السلف كير ستراتيجيز بنسميهم ممكن يكونوا العلاج اللي انا بعمله لحالي، بلا ما اذا وضعي بيحمل انه ما اكون عم بطلب العلاج من اخصائيين نفسيين. طيب كيف تكون نظرتنا ايجابيه للحياه بعدين بعد كورونا، يعني هذا المستقبل اللي احنا قاعدين نعيشه الحين؟ هلا انا بحب كلمه نظره واقعيه اكثر من ايجابيه، لان كثير بنحكي وبنشوف انه ايجابيه، انه الواحد ما فيه دائما يكون ايجابي، يعني الواحد بده يفكر بطريقه واقعيه، يكون عم يتطلع على الاشياء يلي بالسيطره تبعه وياخذ يعني بيكون مثل ما بيقولوا بحزام الامن، شو الكلمه دي، زمام الامور، مزبوط، بياخذ ريسبونسبيلتي على الاشياء، وما نعلق، ما نعمل هيك نصير نعلق على الاشياء يلي منا ظابطه بحياتنا، انه انا بدي اطلع على شو فيني، على شو بقدر سيطر، بقدر سيطر على صحتي الجسديه، على صحتي العقليه، على صداقاتي، على شو الاشياء اللي بدي اعرض دماغي لها، اي معلومات بدي ركز عليها، اذا كل وقت عم بسمع اخبار واشياء سيئه وعم دائما عم بحكي عن الاشياء اللي منا ماشي ومنا ظابطه، يعني تفكيري رح يكون كثير سلبي، بس اذا انا بركز انه غزة تفكيري بالقرايه، بالعالم يلي بقدر اتعلم منهم، يلي بيقدروا يعطوني هالانسبيريشن، بالرياضه، بالعلاقات الحلوه اللي بتكبرني، بالنشاطات يلي بتعطيني هيك حياه، تلقائيا تفكيري بيكون مش بس ايجابي، بيكون ايجابي وواقعي، ودائما عم بطمح انه طور حالي وطور اللي حوالي. باسكال شكرا جزيلا ميرسي لكم، شكرا لكم، واتمنى لك يوم سعيد يا رب. وانا كمان، ونتمنى انه يعني الحمد لله الان مؤخرا احنا يعني انه الحياه بدات ترجع لمجراها الطبيعي، وحتى الاحترازات اللي كانت كثير مشدده يعني شويه بدات تخف فعلا مع التطعيم، مع الحالات اللي صارت اقل يعني حول العالم. صحيح. فان شاء الله الله يبعد عننا هذه الكارثه يعني صراحه، ونرجع مره ثانيه ونقول انه الناس اللي يحطون فيك هم اللي يوجهونك، مؤثرين على مستقبلك، فخاصة في هذه الأيام، أيام كورونا وأيام اللي شوية صعبة، اختاروا اللي يحيطون فيكم علشان نفسيتكم ما تكون يعني تعبانة.